هذه المدينة التي دائما تنتج، هذه المدينة التي يحلم بها الشعراء، هذه المدينة الموغلة بالتاريخ. لماذا بغداد في كل مرة تعاقب؟ مؤلم. كرهوها. ألست كنت يا بغداد قرة العين؟ هاي قصيدة مال عمرو بن عبد الملك. لم تكوني زمانا قرة العين بغداد. شوف هاي مدن أبو أستاذ نجم. اختصر لي لأن أنا عندي بعد ألف سؤال. ما يخالف ما يخالف. الحضارة الـ 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 الحضارة وهذا مثل الأنهار، تتوقف بس ما ترجع لي ورا، تتوقف بس ما يعني شفت لك نهار يرجع لي ورا ما يصير. هاي ترى كل اللي صار هسه بالعراق طارئ صدقني. لماذا حسن عبد الحميد أحيانا يتهم مرآته بالخيانة؟ هل لأنها لا تراك كما تريد؟ لا، المرآة موضوع، المرآة نرسيس. إذا ترجع للأسطورة، شنو واحد نرجسي جاي من نرسيس؟ هذا اللي شاف صورته بالمي وحبها ما يعرفها. فالمرأة، المرآة عن أي قصيدة اسمها المرأة؟ المرآة توين هذا السؤال يعني شلون صار هذا؟ أدي قصيدة اسمها المرأة المرآة، وعندي قصيدة بالديوان هذا. أنا قلت بالمقدمة يعني تندهش عندما تقرأ حسن عبد الحميد. الله يخليك. اسمه المرآة القادمة مو المرة القادمة. ترى دا تنبهني أنت على فد شيء جد، يعني مو أقول لك والله ولا جزء ما أعرفه. المرآة يعني حتى تقدر الحياة تشوفها بدون مرآة مثلا؟ ولو الناس مرايا الناس، أنا يعني مرآتك كنت مرآتي. المرآة حلو يعني أنا يعني ما أعرف أجاوب. الله ما زلت أسئلة. الأسئلة مفاتيح يقول ريلقا. لماذا تهوى أن تطير معاندا للريح؟ يعني بأي جناح تطير معاندا؟ أنت شايف الريح؟ أسمع. شايفة؟ بس موجودة. يعني كل قصائد يهمني أنا أكون دراسة عليها. الهاي أول عمل سويته للأطفال اسمه عندما تلعب الريح، كتاب جنن مولي ناني كاتب الأطفال دون سن القراءة. وأول مجموعة شعرية نشرتها بالطليعة الأدبية اسمها قصائد كتبتها الريح. الريح فعل مو تتسيد، يعني شو أنتوا عرفتها من الهواء العالي؟ ها إيشي تنورة مال المرأة الطير مثلا، أو شعر، أو ها أو سعفة. الريح سحر. هذا تمد ذكرني يعني فعلها أنا عندي يعني ما موجود، يعني فعلها موجود بس هي ماكو. أي فتشي يعني عهدتك. ما توقعني على الأسئلة جديات. أنا تعودت عليك. أنت مو كل شيء يعني أعرف أدافع عن نفسي. لا شنو الريح؟ ترى سؤالي يجنن. ها فعلا لأنك جميل. أو المرآة أنت جميل أبو إيهاب.